هنبدأ مع بعض كورس أساسيات اللغة. وقبل ما نبدأ الكورس أحب أفكرك إن أنت لازم تكون مشترك في الشات بوت بتاعنا علشان تقدر تتابع الدروس الجديدة والمعلومات اللي احنا بنبعتها لك باستمرار. اللينك بتاع الشات بوت m.me/debo.english، اللينك بتاع الشات بوت m.me/debo.english، أو تفتح الماسنجر بتاع الفيسبوك وتكتب في السيرش debo.english، وكمان القناة على اليوتيوب youtube.com/freelearn. شوف الأول درس المقدمة لو ما كنتش شفته عشان تعرف الخطة اللي احنا هنمشي بيها. هنبدأ دلوقتي بدرس بيتكلم عن الاسم، بيكون حاجة من التلاتة، يا إما اسم علم، يا اسم معدود، يا اسم غير معدود. اسم العلم هو اسم حاجة معروفة، يعني اسم شخص، اسم دولة، اسم براند. يعني مثلا ما نقول ايجيبت أو مصر، دي اسم دولة خلاص، دي اسم علم، اسم حاجة معروفة للجميع. اسم شخص مثلا محمد احمد فلان، ده اسم علم، ده مفهوش لا عربي ولا انجليزي ولا غيره، ده مفهوش ترجمة، هو الاسم كده. مثلا سامسونج، ابل، دي اسماء براندات او ماركات، دي اسم علم، دي ما فيهاش لغة، يعني دي ملهاش علاقة بالانجليش او بالعربي او غيره، ده هو الاسم كده وملوش ترجمة كده. انما الاسماء بقى اللي ليها علاقة باللغة هي الاسم، يا اما معدود يا اما غير معدود. الاسم المعدود هو حاجة بتتعد، يعني ممكن يبقى في منها واحد او اتنين او تلاتة او عشرة تقدر تعدها. زي ايه؟ زي مثلا لما تجيب كتب، عندك كتاب او كتابين او تلات كتب، فده اسم معدود. لما يكون معاك موبايل مثلا، فانت معاك موبايل او اتنين او تلاتة، فده اسم معدود. الاسم المعدود بيبقى فيه منه مفرد وجمع. الاسم الغير معدود هو حاجة ما بتتعدش، فما فيش منها مفرد وجمع. زي ايه؟ زي المية. هي المية دي عبارة عن سائل كده، فما تقدرش تعده، فما فيش واحد مية او اتنين مية. لكن ممكن تعد الجزء، يعني تعد مثلا كوباية مية او كوبايتين مية، لكن المية ذات نفسها اسم غير معدود. هنتعرف دلوقتي عن الاسم المعدود والاسم الغير معدود بتفاصيل اكتر، وهنعرف مجموعة من الاسماء اللي هنتعلمها دلوقتي ونعرف الجمع بتاعها. بالنسبة للأسماء المعدودة، ده جدول بمجموعة الأسماء اللي انت حاول تحفظها النهاردة، أو مش تحفظها، يعني أنا مش عايزك تحفظ حاجة، أنا عايزك تقرأ الجدول ده مرتين ثلاثة أربعة على مدار اليوم. يعني كل ما تلاقي نفسك فاضي ادي لنفسك دقيقة ولا دقيقتين كده، اقرأ الجدول بتركيز شوية علشان تتعود على الكلام. لكن الكلام نفسه انت هتحفظه في المستوى المتوسط، لان هنتكلم كتير كتير، هنستخدم الكلام ده كتير في النص، فهتحفظه هتحفظه ما تقلقش. عندنا الكلمة وجمعها، فاغلب كلمات الانجليزي عشان تجمعها بتزود اس في اخر الكلمة. كلمة بوك يعني كتاب، جمعها بوكس، زودنا اس. لما تشوف هنا في الصف الاولاني انا كتب لك هنا الكلمة ومعناها وجمعها، بلس اس، يعني انت هتزود اس في اخر الكلمة. يعني بوك لو عايز كتب، الجامعة بقى تقوم مزود اس بقت بوكس. تيبل يعني منضدة او ترابيزة، جمعها تيبلز، زودنا اس. فروت يعني فاكهة، بتزود اس بقت فروتس، جمعها فروتس يعني فواكه. ماتش يعني مباراة او تطابق او كبريت. مباراة اللي هي زي مباراة كرة القدم وكده اللي احنا بنقول عليها الماتش، او تطابق يعني حاجتين متطابقين او شبه بعض يعني، او كبريت. الكبريت اللي احنا بنستخدمه عشان نولع بيه البوتاجاز والحاجات دي اسمه ماتش برضو. فجمعها برضو ماتشز، بس اي حاجة فيها اخرها سي اتش او اس اتش او اس او اكس، زي الاربع كلمات اللي ورا بعض دول بدل ما بنحط اس بنحط اي اس، وما بيختلفش في النطق، فبنقول ماتش يعني مباراة او تطابق او كبريت، جمعها ماتشز. ديش جمعها ديشز. باص جمعها باسز. بوكس جمعها بوكسز. الكلمات اللي بتنتهي بحرف الواي احيانا بنقلب الواي اي وبعدين نزود اي اس، واحيانا بنحط اس بس. يعني كلمة سيتي عشان نجمعها بنقلب الواي دي تبقى اي وبعدين نزود اي اس بقت سيتيز. بيبي برضو بنقلب الواي اي ونزود اي اس بقت بيبيز. بوي ما بنحتاجش نعمل كده، بيدوب بنحط اس بس. وكي يعني مفتاح بنحط اس بس.
هي ليها قاعدة بس ما تشغلش بالك بيها. القاعدة بتقول إن الحرف اللي قبل الواي على طول لو حرف ساكن هتقلب الواي، لو الحرف اللي قبل الواي على طول حرف متحرك هتقلب الواي. لو أنت مش عارف إيه الحروف الساكنة وإيه الحروف المتحركة ارجع للفيديو الأولاني خالص بتاع الحروف الأبجدية والأرقام. نراجع مع بعض شوية الكلمات دول تاني. بوك يعني كتاب، تيبل يعني منضدة أو ترابيزة، فروت يعني فاكهة، ماتش يعني مباراة أو تطابق أو كبريت، ديش يعني طبق، باص يعني أتوبيس، باكس يعني صندوق، سيتي يعني مدينة، بيبي معروفة طبعا، بوي يعني ولد، كي يعني مفتاح. أنا مش عايزك تحفظ بس أنا عايزك تعود نفسك الكلمة وجمعها. في بعض الكلمات اللي بتنتهي بحرف الإف أو إف إي بنقلب الاف دي الفي ونحط اي اس، يعني نايف هنا الكي سايلنت، سايلنت يعني ما بتتنطقش، فبننطق من الحرف اللي بعدها على طول، فبنقول نايف وليس كنايف، الكي سايلنت عاملها لك بالاحمر اهو عشان وانت بتذاكر تفتكر انها سايلنت. نايف يعني سكينة، عشان بتنتهي باف اف او اف اي بنقلب الاف لفي وبعدين نزود اي اس فبنقول نايفز. شيلف يعني رف بتنتهي بإف فبقلب الإف ده لفي وأزود إي إس بقت شيلفز. مان أو في بعض الكلمات بقى بالإنجليزي بيبقى ملهاش قاعدة، يعني هي بتحفظها كده، زي كلمة مان يعني رجل جمعها من يعني رجال، وومن شبهها برضو يبقى جمعها وومن، وومن يعني امرأة جمعها وومن يعني نساء، تشايلد يعني طفل جمعها تشيلدرن يعني أطفال، person يعني شخص جمعها people يعني ناس، foot يعني قدم جمعها feet يعني أقدام، tooth يعني سن السنة اللي بتبقى جوه البق دي وجمعها teeth يعني أسنان، mouse يعني فار وجمعها mice فيران. اللي مطلوب منك ان انت تمسك الاسماء المعدودة دي، مش عايزك تحفظها بس عايزك تقرأ الجدول ده على الأقل 4 5 مرات خلال اليوم، يعني كل كده يعني بعد الغداء مرة، بعد العشاء مرة، بعد الفطار مرة، يعني حاول تقرأ الجدول ده بتركيز كذا مرة. مش عايزك تحفظ معاني الكلمات بس عايزك تتعود عليها، يعني تقرأ الكلمة بمعناها بجمعها. اوكي ندخل بقى على الأسماء غير المعدودة. الأسماء غير المعدودة دي اللي ما بتتعدش، فعشان كده هتلاقيني مش حاطط خانة للجمع، هي الكلمة ومعناها بس مفيش جمع. زي ايه؟ زي كلمة water يعني مية، ميلك يعني لبن، شوجر يعني سكر، الاس دي بتتنطق زي الشين عشان هي ليها قاعدة مش عايز اقولها دلوقتي، لكن دي بتتنطق شوجر وليس سوجر. سولت هتلاقيني كاتب لك طريقة النطق اهو جنبها، سولت الاي دي بتتنطق زي ما تكون او فبنقول سولت، هي الكلمة بتتنطق كده مش لازم تعرف ليه، وهتلاقيني كاتب لك النطق بتاعها يعني ملح. blood يعني دم، meat يعني لحم، gold يعني ذهب، و information يعني معلومة، news يعني أخبار. وبالمناسبة news بتفضل news طول عمرها، يعني ما تجيش تقول مثلا مفرد news أخبار، new يعني خبر، لا هي بتفضل news كده طول عمرها. rice يعني رز، rain يعني مطر، cloth يعني قماش، food طعام، glass إزاز أو زجاج، wood خشب، ميوزك يعني موسيقى، تي يعني شاي. وانا شايف ان في بعض الناس هتستغرب ان فيها كلمات هي بالعربي احنا بنعتبرها معدودة لكن بالانجليش هي غير معدودة. لا هو انا عايزك تفرق ما بين الكلمة ذات نفسها وما بين الجزء او ما بين الحاجة وما بين الجزء بتاعها. يعني مثلا ووتر يعني مية، الووتر غير معدودة، لكن لما اقول كوباية مية دي معدودة، الكوباية نفسها معدودة، يعني ممكن اقول كوباية مية كوبايتين مية فكوبايات المية معدودة، لكن المية ذات نفسها السائل ذات نفسه غير معدود. نفس الكلام الميلك اللي هو يعني لبن غير معدود. عموما السوائل كلها غير معدودة. شوجر برضو غير معدود، انت ما تقدرش تعد السكر لكن تقدر تعد حبيات السكر، فلما اقول حباية سكر دي كده معدودة، ممكن اقول حباية حبيتين 3 حبات، لكن لما اتكلم عن السكر نفسه او تقول كيس سكر كيسين سكر كده، لكن السكر ذات نفسه غير معدود. نفس الكلام بينطبق على الملح. طب بالنسبة للميت اللي هو اللحم،
اللي هي الكلمة دي ميت M E A T بتتنطق كما لو كانت ال A D E، فبتقول ميت ما تقولش ميات، لا ميت، ميت يعني لحم. بنفس المنطق انت ممكن تعد قطع اللحم، يعني لو اللحمة دي متقطعة لقطع قدامك ممكن تقول قطعة لحم قطعتين لحم، لكن اللحمة ذات نفسها هي بتبقى حتة كده على بعضها، ما لهاش عدد، ما بتتعدش. جولد او الذهب بنفس الكلام برضو، الذهب ما بيتعدش، لكن بتقدر تعد السبائك مثلا، سبائك الذهب او غوايش ذهب او سلاسل ذهب او قطع الذهب، دول بيتعدوا، ممكن تقول قطع الذهب قطعتين ذهب او سلسلة ذهب سلسلة ذهب سلسلتين ذهب، او تعد السبائك الذهب، لكن الذهب ذات نفسه كمادة ما بيتعدش. information اللي هي المعلومة برضو دي من الحاجات اللي ما بتتعدش، احنا بالعربي بنقول معلومة او معلومات، لا بالانجليش هي uncountable، يعني هي دايما معلومة، دي اسم ما بيتعدش. الاخبار بالانجليزية برضو يعني news، هي بتفضل اخبار، يعني مفيش خبر وخبرين وثلاث اخبار واربع اخبار، لا هي بتبقى على طول اسمها news وملهاش مفرد، news ملهاش مفرد معناها اخبار، تفضل كده جامعة طول عمرها. بالانجليزيه برضو الرايس يعني رز، والرز ما بيتعدش، لكن حبات الرز هي اللي بتتعد، ممكن تقول حبه رز حبتين رز، لكن الرز على بعضه ملوش مفرد وجمع. رين يعني مطر، وبرضو ما بتعدوش، لكن تقدر تعد قطرات المطر، لكن المطر ذات نفسه ما بيتعدش. كلوث يعني قماش، برضو القماش ما بيتعدش، لكن قطعه القماش هي اللي بتتعد، لو انت عندك قماش ده متقطع حتت، فانت ممكن تقول حتتين قماش تلات حتت قماش، او قطعتين قماش تلات قطع قماش، يبقى تقدر تعد قطع القماش، لكن القماش ذات نفسه المادة نفسها ما بتتعدش. بنفس المبدأ بقى فود ما بيتعدش، لكن تقدر تعد مكونات الفود، يعني تقدر تقول مثلا بطاطساية سمكاية، لكن ما تقدرش، هو كله على بعضه اسمه طعام، حتى في العربي ملوش مفرد او جمع، هو طعام طول عمره اسمه طعام. جلاس نفس الكلام، المادة نفسها ما بتتعدش، لكن تقدر تقول قطعة ازاز او قطعتين ازاز. الخشب نفس الكلام، المادة ما بتتعدش، لكن تقدر تقول قطعة من الخشب او قطعتين من الخشب. برضو كلمة ميوزك ما بتتعدش، حتى في العربي ما بنعداش، يعني ما بنقولش واحد موسيقى اتنين موسيقى، لا هي كلها على بعضها اسمها موسيقى وملهاش مفرد او جمع. تي يعني شاي ما بتتعدش، وبرضو دي تشبه الووتر والميلك اللي احنا كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. اي سوائل في الانجليش ما بتتعدش uncountable. فانا عايزك تقرا الكلام ده كويس، الجدول ده برضو تقراه 4 5 مرات وتفهم معناه، مش عايزك تحفظه، بس عايزك تعرف الكلمات اللي هو الاسماء المعدوده والاسماء الغير معدوده. الاسماء الغير معدوده بنعملها دايما معامله المفرد، هي اسماء لا ليها ملهاش جمع، فاحنا دايما بنعملها كانها مفرد، يعني بنقول كافي از ا جود درينك، يعني القهوه يبقى مشروب كويس، فاحنا بنقول بنتعامل مع القهوة دي حتى بالعربي كده، احنا بنتعامل مع القهوة على انها مفرد وليس جمع. لكن لما بنقول مثلا cup of coffee يعني فنجان من القهوة، الفنجان ده معدود، نقدر نقول فنجان فنجانين 3 فناجين، يبقى في الحالة دي هتعامل مع الفناجين كأنها جمع او مفرد حسب الجملة، يعني لما اقول فنجان واحد من القهوة ده مفرد، لما اقول 5 فناجين من القهوة ده جمع. زي هنا مثلا لما بقول two cups of tea are enough، يبقى ال cups of tea دي يعني كوبايات من الشاي، الكوبايات نفسها جمع، يبقى عشان كده استخدمت are. لكن هنا بقول cafe is a good drink، اتعاملت معاها كأنها مفرد. وهنبقى ناخد درس عن ال a وال an اللي هي a good drink، هنبقى ناخد درس وهنعرف ان الاسماء الغير معدودة ما بيتحطش قدامها ايه او ان، يعني ما بقولش كافيه لكن بقول كافيه على طول. القاعدة دي هنفهمها بشكل اكتر لما نتكلم عن verb to be ان شاء الله قدام شوية، وهنتكلم كمان عن ادوات التعريف والتنكير.